خلينا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الاستاذ ايهاب الخطيب المدير الفني لقناه الاهلي، وبعدها نرجع نحلل الهدف الثاني. من جد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الفرحه حلوه والفوز مهم جدا. بنبارك لكل لعيبه النادي الاهلي، لمجلس اداره النادي الاهلي، بنبارك ايضا كمان لقناه النادي الاهلي الحقيقه، والاستاذ ايهاب الخطيب المدير الفني لقناه النادي الاهلي اللي كان مدير فني الحقيقه مع كرو قناه النادي الاهلي، خطوه خطوه معانا تسهيلات عديده جدا عشان الصوره اللي انتم شايفينها دلوقتي وشايفين حجم اللقاءات وشايفين الحاجات المميزه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي. استاذ ايهاب برحب بيك، مبروك مبروك للقناه على الاداء المميز وعلى الرساله المميزه جدا اللي انت متعود عليها مننا بالتالي. أكيد كلنا كنا بنقول يا رب، والحمد لله ربنا كرمنا، والمكسب بيحل بقى الشغل بقى وبيبين شغلك، والحمد لله رب العالمين. أولا ألف ألف مبروك علينا، وألف مبروك للعيبة النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس الإدارة. الحمد لله تم تكريم معالي الوزير العمري فاروق النهاردة في لفتة هي الأروع النهاردة للتاريخ، حاجه محترمه جدا. وكان في الدكتور هشام متاثر جدا جدا جدا، لعيبه الاهلي كانوا رجاله، الماتش صعب جدا. شكرا للمملكه العربيه السعوديه على هذا التنظيم، شكرا رجاله قناه الاهلي، شكرا كريم، شكرا احمد، شكرا دكروري، بجد يعني الحمد لله عاملين شغل كويس جدا. الشغل بيحلو قوي بالمكسب والاستوديو الرائع اللي عامله الكابتن اسامه حسني، وطبعا دعم الاستاذ سراج السيسي ومستر سيف الوزيري وكل القيادات. فالحمد لله عندنا شغل حلو، عندنا فرقه ما شاء الله المكسب بيعمل حاجه حلوه، استمتعنا. ناس كتير بتطلب مني حاجات كتير قوي تبقى موجوده على الشاشه، لكن عايز اقول الاهلي ليه سيستم، اي بطوله واي ماتشات كبيره بقى فيه محافظه جدا تحافظ على شكل الفريق، تحافظ على الهدوء، ما نبقاش احنا بنعمل ازعاج، الدنيا تبقى تمام. لذلك احنا قبل البطوله وقبل المباراه مفيش لقاءات، مفيش غير تركيز فقط. بعد البطوله زي ما تعودنا وزي ما الكابتن الخطيب موصينا وتعليمات الاستاذ جمال جبر مدير الاعلام في النادي الاهلي، بتشوفوا الشغل موجود على الشاشه. مليون مبروك علينا، مليون مبروك على النادي الاهلي، مليون مبروك على جماهير النادي الاهلي اللي مخليه قناه الاهلي دايما رقم واحد. الف الف مبروك يا كريم، ألف مبروك لأحمد، وألف مبروك لدكرودي، وألف مبروك علينا. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير الحقيقة للأستاذ إيهاب الخطيب المدير الفني لقناة النادي الأهلي، روح عظيمة جدا الحقيقة، عشان كده النجاح بينسب للكل. كتيبة متواجدة هنا في المملكة العربية السعودية في القاهرة عشان تشوفوا الشكل المميز جدا. لعيبة النادي الأهلي الحقيقة أدت دور كبير جدا بجانب الجمهور بجانب التحضير الفني، عشان كده بنقول مبروك للكل، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للكابتن محمود الخطيب القادم أفضل. عندنا تحديات كبيرة جدا الفترة القادمة، لكن شخصية وروح الفانيلا الحمراء وشخصية الأبطال، النادي الأهلي سيظل دائما على منصة التتويج في أي بطولات، سواء على المستوى الدولي أو المستوى الأفريقي أو المستوى المحلي.